السلام عليكم ورحمة الله. عودة مرة أخرى لاستكمال محاضرات الميديكال تكنولوجي ميديكال جينيتكس. انتهينا المرة الماضية عند قانون اسمه هاردي وينبرج إكويجن، تمام، أو هاردي وينبرج لو. وهذا القانون طبعا كانت معالمه واضحة بأنه في عندنا هناك الفريكونسي للأليز ان جنرال constant frequency of the genotype also will be constant in the population. تمام، وهذا الكلام طبعا كان مرتبط بشروط معينة لازم تكون في البوبوليشن، على أساس إنه يكون في عندي constant في الراتيو ما بين الأليل frequency والجينوتype frequency. لابد يكون عندنا large population للتسكير، لابد يكون عندنا random mating، ما فيش new mutation، ما فيش عندنا أي migration، ما فيش عندنا natural selection إنه في عندنا صار disease معين أثر وعمل عملية خلال بهذه الهاردي وينبرج equation. واحنا زي ما ذكرنا الهاردي وينبرج اكويجن قلنا الكيو بلس بي او بي بلس كيو ايكوال 1، يعني مجموع الاليلات المرضيه مع الاليلات السليمه واحد، وكذلك مجموع اللي هم الناس السليمين مع الناس الحاملين وكذلك الناس المصابين لمرض معين، تمام، برضو مجموع واحد. بمعنى انه في عندنا بي سكوير بلس 2 بي كيو بلس كيو سكوير ايكوال طبعا 1. خلينا نتطرق المرة هذه إن شاء الله لأمثلة بنحاول نعرف من خلالها طبيعة تطبيق هذا القانون. بيجي بيقول لي المثال الأول determine heterozygous frequency، يعني أنا الآن معطيني population، موجودة عندي population، عايز heterozygous frequency. من heterozygous frequency هنا عندما يتحدث على مين؟ على homo لوغوس هوموزايغوس ريسيسيف ديسور، يعني بيقول لي عباره عن حاله مرضيه لناس عندهم زي ما احنا شايفين سيستيك فايبروسيس، ناس عندهم سيستيك فايبروسيس، وسيستيك فايبروسيس عباره عن ديزيز، عباره عن اوتوسومال دومينانت ديزيز، اوتوسومال ريسيسيف ديزيز، اوتوسومال ريسيسيف ديزيز. اذا بيقول لي بدنا نشوف في البوبيوليشن موجود عندنا، معطيني معلومات، بيقول لي الناس اللي عندهم سي اف سيستيك فايبروسيس هم واحد لكل 2500، تمام، اللي هم المقصود لما بقول لك انا الناس المرضى، وكان انت بتقول لي مين فيهم بي 2 او بي سكوير او كيو سكوير، لما تقول لي انت عباره عن كيو سكوير، ذاتس رايت كيو سكوير. فبقول لي يعني هنا هذا بيزد اون ذا فريكوانسي اوف ذا افكتد انديفيدوال ديترماين ذا هيتروزايغوس فريكوانسي. هيتروزايغوس ايش؟ فريكوانسي، تمام، لمين؟ للناس الكارير. يعني وكأنه بقول لي انت عندك، انا معطيك اللي هو عبارة عن كيو سكوير، تمام، جيب لي الناس اللي تاين 2 بي كيو، امر سهل مش صعب، تمام. ايش بيجي بيعطيني؟ زي ما احنا شايفين، خليكم معنا بالسلايد، السي اف اللي هي الناس اللي عندهم سيستيك فايبروسيس، الناس واحد ل 2500 على 2500، كيو سكوير ايكوال 1، تمام، اب 2500 بير 2500. إذا Q equal اللي هو السكوير روت جذر التربيع إلى هذا، إذا Q تساوي 0.02. طيب الـ 0.02 لو جينا نطلع احنا Q equal 0.02، طبعا احنا قلنا Q زائد B equal 1، إذا باجي بقول 1 ناقص 0.02 بطلع عندي B 0.98، تمام، since Q is so small. كيو هيا كيو سو سمول، يعني تقريبا هو كانه بيقول البي تقريبا واحد، تمام. داس هيتروزايغوس فريكوانسي ايكوال 2 بي كيو، يعني هو كانه 2 كيو، تمام، اللي هو عباره عن 2 ضرب 2 ضرب يعني كيو اللي هي قلنا عنها 0.02، ويساوي عندي 0.04 1 على 25. يعني معناته ايش بيحكي لي؟ بيقول لي الناس الحاملين للمرض السيستيك فايبروسيس هم عباره عن واحد لكل 25 بيرسون موجود في البوبيليشن. وضحت؟ ان شاء الله تكون وضحت هذا الموضوع. طيب نيجي لتوضيح اخر
هنا توضيح، بيقول لي جينز اند جينوتايب فريكونسي فور الاكس لينك ديس اوردر. احنا زي ما ذكرنا انه موضوع التعبير على الديزيزز اكثر طبعا الديمونستريشن بتاعه في هذه الايكويجن على اللي هم الريسيسيف، سواء كان اوتوسومال تمام ريسيسيف، وكذلك ايش اللي هم الاكس لينك ريسيسيف. طبعا الاكس لينك لما تيجي تطلع عندك ميل وفي ميل، تلاحظ انه الامر بتطبق عندي على الفيميل، لانه الفيميل عندي 2x، يعني صعب اني اجي اقول والله مثلا بالنسبه للميل عندي مثلا بي سكوير اوكي وفي عندنا 2 بي كيو. ليش ما فيش عندي انا 2 بي كيو؟ لانه اصلا اذا كان عندي ميل واذا كان احد اكس مصاب خلاص هو يعتبر مرضي، وكان انت بتقول لي عباره عن 2 بي كيو هي نفسها كيو سكوير، ذاتس رايت، هي نفسها الكيو سكوير بشكل او باخر. فهنا بقول لي ان جنرال عملي توصيف هنا للناس اللي عندهم كلر بلايند، عمل الوان، نعطيني هنا بس كتوصيف الميل اكس بلس اللي هو النورمال، البي 0.92، اللي عندهم بلايند الاكس طبعا الكلر بلايند اكس سي بي كيو 0.08. فبيجي بيحكي لي انا من المعطيات اللي انت بتاخذها من الناس اللي عندهم هذا الوضعيه وهذه القيم، ممكن تاخذ الدلاله تحت الفيميل، تمام واضح؟ لانه بقول لي الفريكوانسي او الكيو في البوبوليشن تمام عندي في الميل بهذا الامر، في الفيميل النورمال اكس اكس نورمال اللي هو عباره عن بي سكوير. فالبي سكوير اللي احنا عرفنا دلالتها، هاي بي سكوير عرفنا دلالتها من الميل، تمام، لانه احنا بنحكي عن البوبوليشن از راندوم بوبوليشن كقيمه عملنا معها، تمام، انه يساوي عندي 0.84 اكس بلس مع اكس سي بي نورمال، طبعا ما زال برضو نورمال اللي هو 2 بي كيو، 2 بي كيو بي 0.92 تمام، في كيو اللي هو 0.84 بيطلع لنا 0.147. المصابين اللي هم كيو سكوير 0.0064. يعني لو احنا طلعنا هنا بشكل او باخر هتطلع تلاقي عندك القيمه هنا مختلفة في هذا الموضوع. كيف يعني القيمة مختلفة؟ بتلاحظ انك عندك الميل موجود عندي النورمال الموجود والهيتروزايغوس موجود عندنا، لكن الفريكوانسي للبلايندنس في الفيميل تمام، وين الفريكوانسي للبلايندنس؟ هيو هنا الفريكوانسي للبلايندنس، هنا لما تيجي تحسب عندنا كيو سكوير 0.006 طلع على الكيو برضو بلايندنس color blind 0.8. وهذا امر طبيعي انه تلاحظ انه نسبه الناس اللي بنقول عنهم حاملين او عفوا مصابين حيكون عندي بنسبه طبعا فيري فيري لو مقارنه مع مين؟ مع الميل، لانه الميل عنده هو اكس واحد في التعامل مع هذا الموضوع. هذا من باب النولج انه كيف نتعامل لو كان عندي تو موضوع اكس ايفالويشن لهذا الشيء. نيجي لحاجه ثانيه، الحاجة هذه الثانية لها علاقة، احنا ذكرنا من ضمن الإشكاليات اللي ممكن تعيق عملية الهاردي ويمبرج إكويجن، انه في عنا قلنا عدة أشياء يمكن ذكرينهم، إذا كان عندي ميوتيشن نيو ميوتيشن، إذا عندي استراتيفيكيشن، إذا كان في عنا اللي هو كونسيكونسي كونسيكوانتي اللي هو عملية تزاوج الأقارب، في عندنا ميجريشن، تمام، وهذه من ضمن الأشياء اللي ممكن تعيق اللي هو القيم بتاعت اللي هو الهاردي وينبرغ إكويجن. إذا كان في عندنا نيتشر سيليكشن طبعا هذه كلها شغلات ممكن تأثر عندنا بشكل أو بآخر. نيتشر سيليكشن قلنا إنه في عندنا حاجة صارت في 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 في, في المنطقة أو في البلد. الآن خلينا نذكر على مثال إنه إحنا عايزين نحسب، تمام؟ طلع عنا على الصورة الموجودة عنا، بقول لي أنت عايز تحسب لي، تمام؟ إيش عملية الديفيشن؟ إيش عملية الديفيشن؟ تمام؟ اللي صارت عندي على الهارد وينبرغ إكويجن
تمام، بحيث انه صار في هناك عندي مرض موجود. ايش يعني؟ بقول لي في وسط افريكا، تمام، في الوسط افريكا موجود عندي هذه البوبوليشن، في ناس عندهم سيكل سيل انيميا، تمام، في عندهم ايش؟ سيكل سيل انيميا. بقول لي طبعا لما تيجي تحسب في وجود السيكل سيل انيميا عند هدول الناس الموجودين في هذه البوبوليشن في الوسط افريكا، تمام، تشوف قيمة البي سكوير والكيو سكوير والتو بي كيو، هتلاحظ انه القيم اختلفت عن الاكتوال نمبر الموجود في البوبوليشن. فالاكتوال نمبر بقول لك انه الناس اللي عندهم سيكل سيل انيميا 9000، لا النورمال عفوا، اي النورمال قليل 9365، النورمال جينوتايب عفوا بهذا الرقم، النورمال اللي هو الناس الكاريير الجينوتايب على اي اس جينوتايب 2993، الناس الافكتد او المريضين اللي هم اس اس اللي هو عندي 29. طيب هذه القيم موجوده عندنا كاكتوال بشكل او باخر. طيب الان لو انا جيت اعمل قيمه هنا، قيمه لمين؟ لهذه الأليلز الموجودة عندنا. إحنا القيمة عندنا هنا الفريكوانسي لأليل A لحاله في هذه البابوليشن، تمام؟ الفريكوانسي of الليل في هذه البابوليشن الموجودة عندي هيكون عندنا رقم 9365 ضرب 2، لأنه أنا في عندي 2 الليل، واضح عندي إيش؟ 2 الليل زائد عندي هيكون الليل بقيمة 2993 الليل A على التوتال نمبر اوف الليل، يعني التوتال نمبر اللي هو 12300 هون المجرة ضرب 2 على اساس انه انت بتحكي عندنا 2 alleles in general، تمام؟ فبيطلع عندك ال B equal point عفوا الفريكونسي ل A فريكونسي ل يعني بالمعنى الاصح اللي هو عبارة عن الليل A equal 0.87. الفريكوانسي للميوتنت الليل اللي هو الاس، طبعا ما دام بتحكي على اس وعباره عن 29 وين 29 وعندي 2 اس اذا ضرب 2 بلس اس، هي عندي اس الرقم 2993 على الرقم التوتال بوبوليشن يساوي 0.123. اذا هذا عباره عن فريكوانسي لاس وفريكوانسي لاي. طيب الآن بيجي إيش بقول لي؟ بقول لي عندما تأتي هذه القيم وتأخذها وتروح تطبقها على الإكويجن، تمام، بي سكوير بي سكوير بلس 2 بي كيو بلس كيو سكوير إيكوال 1، بي سكوير اللي هي خلينا نقول بي سكوير إيكوال، طبعا هاي بي هاي السكوير، تمام، عشان يطلع عندي فريكوانسي نسبة في داخل التوتال فبعطيك اللي هو عبارة عن عدد الناس اللي هم بي من خلال الهارد وينبرغ إكويجن، من خلال الهارد وينبرغ إكويجن عدد الناس في هذه البوبوليشن اللي عندهم بي سكوير اللي هو عبارة عن 9527. طب أنا عندي قديش الأكتوال؟ 9365. إذا اختلف العدد طبعا وما اختلفش اختلاف في الأكتوال اللي أنا شايفه قدام عيني قال، لكن على مستوى النظر يشماله عندي زاد. طيب نيجي نطلع على 2 بي كيو، بعدين حنفسر الامر هذا. 2 بي كيو اللي هم الناس اللي حاملين لمين؟ للسيكل سيل انيميا، 2 ضرب اللي هو الرقم بي ضرب كيو في العدد الاجمالي فبيطلع 2672. اذا بتلاحظ العدد هنا اقل من العدد الاكتوال، الاكتوال اكثر. في الاولاني عندي الاي الناس النورمال، هنا العدد ايش؟ اقل من هنا. إذا نيجي نطلع على كيو سكوير، كيو سكوير اللي هو احنا ما دام عندنا كيو 0.123 في سكوير في العدد الإجمالي 188، وكأنه ايش بيقول لي؟ بيقول لي العدد الإجمالي للناس السليمين والعدد الإجمالي للناس المصابين في الهارد وينبر إكويجن أكثر من الأكتوال، لكن بالنسبة لمين؟ للناس الكارير أقل. وين أقل؟ أقل في الإكويجن. إيش معناته؟
قال لي وكأنه بيقول لي اللي حصل في البلد انه صار في عندي ديفيشن ديفيجن ديفيشن من هذه من هذه الاكويجن نتيجة انه هدول الناس كان عندهم ملاريا. تمام، كان عندهم ايش؟ ملاريا. والملاريا عادة كما يعني يقال انه في خلال الاصابة للناس الموجودين، اذا كان ان اصابوا ناس تبين انه الناس قل عددهم في الحقيقة. ليش قال؟ لأن الملاريا قتلت ناس من النورمال، وكذلك قتلت ناس من الناس اللي عندهم سيكل سيل أنيميا، ولكن في حالة الناس الكليار كانوا بروتكتد لوك لايك في هذه الوضعية، إنه كان ما فيش مجال للملاريا إيش تكون موجودة عندنا بشكل، لأنه مش هتحيا الملاريا في خلية عندها القليل A والقليل S. على الأساس الناس ظلوا عايشين وزاد عددهم. هذه الحقيقة، ما فيش ناس ماتوا. تمام، وهذا الاساس انه اعطانا رقم 2993. من هذا المثال عايز يقول لي انه ممكن يحصل عندي نيتشر سيلكشن، يكون عندي مثلا ديزيز زي الملاريا في الناس اللي هذول اللي عندنا. تمام، وهذا اثر بانه الملاريا عندما تصيب الناس الاصحاء حتموت ناس منهم، وعندما تصيب الناس المصابين حتموت ناس منهم، وعندما تصيب الناس الكارير حيضلهم هذول الناس كير مش حيتاثروا وحيضلهم عايشين، فمعناته عددهم حيضل هو الحقيقي او بمعنى اصح حيزيد مقارنة مع الناس الآخرين. هذا عبارة عن مثال في هذا الجانب. نيجي نطلع مثلا لمثال آخر، لو جبنا مثلا مثال آخر في هذا الموضوع. المثال الآخر بيجي بيقول لي مثلا على سبيل المثال، يعني خليه تذكره عندك أو تكتبه عندك بشكل أو بآخر. بيقول لي مثلا لو أنا أعطيتك بابيوليشن، أوكي، عندهم مثلا فينالكيتونيوريا. فينالكيتونيوريا اللي هي البي كيو. وقلنا كل 10,000 في هذه البوبوليشن في عندنا واحد عندهم فينالكيتونيوريا، فقديش الفريكوانسي للكارير؟ هتلاحظ انه نفس المثال الاولاني اللي ذكرناه. تمام، انه الفريكوانسي ما دام انت معطيني الكيو سكوير 1 على 10,000، اذا الكيو 1 على 100 ويساوي 0.01. الان البي تقريبا كلوز لواحد. تمام، البي كلوز ليش؟ لواحد. فالمهم ويساوي 2 كيو الآن. تمام، اللي هم الناس الكارير 2BQ. 2BQ يعني 2 في 1 في الكيو اللي هو 1 على 100، تقريبا بيطلع 1 على 50. تمام، فهذا بيكون اللي هم مين؟ الناس اللي حاملين لمين؟ لمرض الفينيلكيتونيوريا. كل 50 في عنا بنلاحظ ممكن يكون عنا ايش؟ عنا 1. لو ذكرنا مثال آخر مثلا، سجل عندك لو قلنا في ناس عندهم تيساك مثلا على سبيل المثال، اوكي، والتيساك هدول تعرفوا من اللي بصيروا في الشكنازين، اوكي، هدول الناس طبعا قلنا الناس اللي حاملين للمرض، احنا بنقول الان على مين؟ على اوتوسومال ايش؟ على اوتوسومال ريسيسيف. احنا قلنا الدوميننت ملوش علاقه في هذا الموضوع. ليش ملوش علاقه؟ لانه قلنا ال 2BQ والكيو في الدوميننت كله مصاب، فصعب انك انت تميز هنا ما بين 2BQ وكيو لانه اوريدي ناس مصابين. خلينا نيجي نطلع ناس عندهم تيساك 30 حاملين، في وين؟ في هذه البوبوليشن الموجوده عندنا. لو اعطاني 2 ال 30 حاملين، اوكي، معناته 2BQ تقريبا قديش؟ يعني عفوا كل 30 فيهم واحد حامل، سوري، كل 30 تمام فيهم واحد حامل لمين؟ للتيساك ديزيز. اذا 2BQ تساوي 1 على مين؟ على 30. 2BQ تساوي 1 على ايش؟ على 30. وكأن انت بتقول لي انا 2 سنس معطينا هنا البي تقريبا 1. الناس البي معطينا تقريبا ايش؟ عندي 1. 2Q equal 2Q أو 2BQ يكون 1 على 30، ممكن أقول Q تساوي 1 على 60. تمام؟ لو قلنا 2Q يكون 1 على 30، Q تساوي عندي 1 على 60، إذا Q سكوير تساوي 1 على 3600. وكأنه بتقول لي البابيوليشن هذا اللي عندك الموجود فيها كارير 1 لكل 30 كارير، احتمال برضو نلاقي لكل 3600 واحد اللي لقينا من هذول الناس مصابين في هذا الديزيز. هذه عبارة عن أمثلة في موضوع الهارد وينبرغ إكويجن إكزامبلز.
وهيك بنكون احنا انتهينا من هارلد وينبرج اكويجن. ان شاء الله نستكمل اللي هو البيز تيوريم ان شاء الله.